بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيكم راديو تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ويسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الأربعاء 17 من رجب لعام 1436 هجرية الموافق 6 من مايو لعام 2015 والرابعة والناس من الآن وحتى 1 بعد الظهر إن شاء الله. نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج 600-55-16-10 ومن خلال رسائل نصية القصيرة على 7009، ونرحب بكل مشاركاتكم. يا هلا وسهلا فيكم. هني غادة بشير وهاجر عبد الرحمن وعلي عبد العزيز وخليفة العنزي يصبحون عليكم بالخير ويتمنوا لكم قضاء أوقات سعيدة وممتعة إن شاء الله يا رب العالمين. نتواصل مع أخبارنا المحلية، حيث وجه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة بكلمات عبر مجلة درع الوطن التهنية للضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى 39 لتوحيدها. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أننا دعاة سلام وعدل وندعم دولة القانون والشرعية في كل مكان، وأن قواتنا الذاتية ليست ضد أحد باستثناء من تسول له نفسه تهديد كياننا، وقد استطعنا مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، وشاركنا في محاربة الإرهاب بأكثر من مكان، وكنا جزءا مهما من التحالف العربي لإعادة شرعية اليمن، وسنكون دائما حريصين على استقراره. وقال سمو أن هذه التحديات تحتم علينا مواصلة اليقظة وتعزيز التلاحم بين القيادة والشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لأي أخطار قد تهدد سلامنا الداخلي ومجازاتنا الكبيرة، وهذا يتم بالوقوف صفا واحدا ونشر الوعي وتطوير قيم الولاء والانتماء لتتحول إلى سلوك يومي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن قواتنا المسلحة قوية تحمي الوطن وتصون استقلاله وسيادته ومشاركتنا في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل والتحالف الدولي ضد الإرهاب تؤكد صدقية ثوابتنا السياسية في نصرة الحق والعمل مع الأشقاء لتحقيق وصيانة أمن وسلامة إقليمنا وعالمنا العربي. وقال سموه أنا متفائل بأن ميادين العمل العربي المشترك التي اتسعت في الآونة الأخيرة تعزز آمالنا وسعينا لتأسيس بنية عربية قوية ومتماسكة تمنح نظام الأمن الجماعي فعالية تردع الطامعين والمغامرين، ونحن نؤدي مع شقائنا واجبنا الشرعي والوطني والقومي والإنساني في نصرة الشعب اليمني الذي استباحته قوى العدوان ومواجهة الأخطار التي تستهدف الوجود العربي. وأكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن مشاركة قواتنا المسلحة في عملية إعادة الأمل باليمن بعد مشاركتها بكفاءة في عملية عاصفة الحزم والتصدي لخطر تنظيم داعش الإرهابي ترجمة لمبادئ سياستنا الخارجية القائمة على ضمان أمن واستقرار دول المجلس التعاون. وقال سمو أن الإمارات لا تطلب دورا سياسيا أو موقعا أو مركزا، ولكنها تطمح إلى استعادة التوازن للمنطقة العربية عبر بوابة الأمن والاستقرار، ونحن نستشعر مسؤولية قومية تجاه التحديات الاستراتيجية والأمنية البالغة الخطورة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتهدد العديد من الدول العربية، ودعمنا وعوننا لحفظ أمن واستقرار الشعوب العربية ترجمة لنهج ثابت وراسخ لدينا. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان إن شاء الله يا رب العالمين، والعز والرخاء، وأيضا ولاة الأمر الطيبين. أيضا ترأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه وفد الدولة إلى قمة قادة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت بالرياض أمس. وأكد سموه في تغريدات على تويتر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منظومة واحدة والتحديات مشتركة والمصير واحد لا يقبل قسمة، والمكتسبات حق للجميع وحماية الأمن القومي أولوية لدى قادة هذه المنظومة. وأكد بيان الختامي للقمة التشاورية 15 التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وحضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كضيف شرف، ضرورة أن تتخذ إيران قرارات شجاعة وضرورية لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، وتأكيد رغبتها في بناء علاقات قائمة على الثقة مع دول المنطقة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استخدام القوة أو التهديدات بها، وذلك طبقا لمبادئ القانون الدولي للأمم المتحدة. وأكد بيان مساندة جهود الحكومة اليمنية الشرعية لتحقيق عملية سياسة شاملة وإعادة سلام إلى اليمن بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن، ومساندة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جهوده كوسيط بين الأطراف اليمنية، ودعا إلى إعداد مرحلة انتقال سياسي سلمية وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه. اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 60,121,000 درهم لسداد مديونية 111 حالة من فئات المطلوبين قانونيا
الصادرة بحقهم أحكام من الجهات المختصة ومحكوم عليهم بقضايا مالية والمعسرين والمتوفي. وأكد سعادة راشد بن أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون المواطنين إمارة الشارجي أن إجمالي المديونيات التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى وحتى الدفعة التاسعة بلغ ما قيمته 185,896,000 درهم بينما بلغ مجموع المستفيدين من تسويات اللجنة مع الدائنين 492 حالة. الله يجزيك خير يا محمد. هذه الـ 492 يعني 500 فرجت عنهم وعن أسرهم. الله يجزيك خير إن شاء الله يا رب العالمين ويفرج عنك إن شاء الله يا رب العالمين كل كربة يا ربي. والله يديمك ويحفظك ذخر لهذا البلد. طبعا من مؤسسي يعتبر من المؤسسين الله يطول عمره وأيضا من رموز هذا البلد وكل اللي يسويه في مصلحة أبنائه جزاه الله خير وصب في مصلحة البلد. طبعا نحن بغض النظر نحن نقول ما نتكلم الآن بالعكس الشارج ونحن في كل مكان كنا إمارات واحدة وكلنا واحد يعني فأي شيء زين لإخواننا في إمارة شارجة هذا يعود لنا أيضا حب الزين ويفرحنا. فالله يبارك لهم إن شاء الله يا رب العالمين ويبارك له إن شاء الله في صحته ويدفع عنه البلاء. فرج عن هاي إلى 500 واحد تخيل هاي كم عندهم أسر وعيال وكذا يعني بيكون له تأثير كبير إن شاء الله على حياتهم إن شاء الله المستقبلية. جزاك الله خير وعد وياين وايد في الدرب ما شاء الله وايد أظن إني 12,000 طلب عندهم على ما أعتقد. فإن شاء الله إن شاء الله يسدونهم شوي شوي. جزاك الله خير الله يجزيك خير. وايضا نثمن الدور الكبير اللي يقوم فيه ايضا سعاده راشد الشيخ جزاه الله خير الله يجزيه خير وفي ميزان حسناته ايضا بصفته طبعا هو رئيس لجنه معالجه دون مواطنين اماره شارجه جزاه الله خير. يعني هذا الرجل يعمل جاهدا ايضا لانجاح برنامج هذا الصندوق جزاه الله خير واستفاده العدد الاكبر من المشمولين الله يجزيه خير ان شاء الله يا رب العالمين. ايضا بلغ يقول لك اجمالي التجاره غير النفطيه المباشره الامارات 1,000,000,007 درهم خلال عام 2014 بزياده 1% مقارنه بعام 2013. وقالت بيانات الهيئه الاتحاديه للجمارك ان حصه الواردات بلغت 696,400,000,000 درهم والصادرات بلغت 132,200,000,000 درهم وإعادة تصدير 243,700,000,000 درهم. وقالت الهيئة أن التجارة غير النفطية المباشرة للإمارات تشهد نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة في ظل النمو الاقتصادي الكبير والسياسة التجارية المرنة للدولة وإزالة معوقات التجارة مع العالم وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في المنافذ كافة. وأشارت الهيئة إلى أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل السوق الأولى للصادرات غير النفطية للدولة حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين بنسبة 38% من صادرات الإمارات غير النفطية وبقيمة 49,400,000,000 درهم فيما تصدرت دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي القائمة في مجال الواردات بقيمة 288,600,000,000 درهم. الله يزيدهم بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. والله هذا خبر زين بعد عن بلد عربي يعني شقيق يقول كيري في مقديشو مستقبل أفضل ينتظر الشمال. والله زين عقب هذا المستقبل المظلم أو الأيام المظلمة اللي عايشين نفسها يستاهلوا. الله يفرج عنهم إن شاء الله يرجع الشمال إلى سابق عهدي وين يخبرونا الشواب هنا قبل يقولون يضربون عجب يوم ساروا الشمال أيام الاستعمار الإيطالي. شو الشمال يقول سبحان الله لك بعد ربك البلاد من يشتري فيها أحزاب تشتري خراب. إيه من يشتري فيها أحزاب وتكتلات واستوى خراب. والله ما دم علينا مثل أمن الأمان إن شاء الله وقيادتنا الحكيم العاقل الحمد لله رب العالمين. أيضا هني يقول لك يا طويل العمر أعلن جورجيو تراشي سفير إيطاليا في الدولة في بيان صدر عنه أنه سيتم السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول إلى أوروبا من دون تأشيرة شنغن ابتداء من يوم غد الخميس 7 مايو. وكثير في بعض طبعا اللي دائما في ناس يسوون عمارهم عندهم أخبار ويطلعون إشاعات يداولون في وسائل الاتصال بأن بعد الإعلان عقب 6 شهور بيدخلوننا. ليش خالي بيفحصوننا. المهم فهني طبعا هذا الخبر اللي هو
يكذب هاي الشائعات، فإن شاء الله من باكر جوازاتكم والمطار لا تخلون بلد أوروبي ما تصيروا له، يعطوهم كل 35 دولة من دولة لين دولة، هي كل دولة يوم 35 يوم انتراد، هي بعدين كلهم زين كلهم حذاء البعض، وبعدين مثل الدول العربية ما في بينهم حدود الحمد لله رب العالمين، هي اللهم لك الحمد والشكر، هي يعني مثلا من زمان تدخل انت بين هذا تدخل بين لبنان وسوريا مثلا ما تحس انك دخلت من لبنان لين سوريا سبحان الله، إيه اليوم تشوف ارقام السيارات اللهم لك الحمد والشكر، خصوصا اذا شافوك عربي وايد يقدرونك وايد وايد يحطونك فوق الراس، خصوصا هيك الايام مستوت المشكله في لبنان حرب وشرده وهي لساره سوريا، وقال لك لو ندري جينا سوريا قبل ما صرنا لبنان من الاستقبال اللي شافوه، اللهم لا تبلينا. وأضاف يقول لك أن إيطاليا كانت واحدة من الداعمين الرئيسيين للمطالبة بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة شنغن، وخلال رئاسة الإيطالية مجلس الاتحاد الأوروبي التي انتهت 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، وضعنا جل تركيزنا على أهمية تعزيز العلاقات بشكل أكبر بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي كي يسمح لكل مواطني دولة الإمارات بالدخول إلى أوروبا من غير تأشيرة. ويأتي إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة شنغن إلى 34 دولة أوروبية، طبعا محصلة جهود لافتة بذلتها الدبلوماسية الإماراتية بما أسفر عن الحصول على هذا الإعفاء الذي يعد خطوة ناجحة بكل المقاييس سجلتها دبلوماسية الدولة في ملفها المتميز الرفيع على صعيد تحركاتها الخارجية كافة لترخيص مكانة الدولة وقيمتها وأهميتها بما أعطى للعالم أجمع صورة مشرقة ومضيئة عن إمارة طبعا التحضر والأصالة والكرم والسعادة، ودفع بالتالي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى فتح أبوابها على مصراعيها أمام أبناء الدولة ليزوروها وقتما يشاءون بسهولة ويسر دون ما انتظار إجراءات استخراج تأشيرة لهذه الدولة أو تلك وغير ذلك مما يندرج ضمن هذا الصدد. أمس واحد يسأل يعني قال الحين خلاص أيضا بنصير بمبا يلا باسمي بدون تأشيرة، ما أدري والله بمبا متى انضمت الهند متى انضمت إلى دول الشنغا ودول الاتحاد الأوروبي ما أدري، في حلف الناتو بعد بمبا نفس الهند قصدي، الله المستعان. باكستان بعد بيضمونها قريب خلاص بعد. شيب قال صرت العالم كله ما خليت بلد في العالم، بمباي وكيرلا كولانور ومدراس ونيبال ما خليت، يتحرى العالم كله وحليل وما تسافر، يتحرى قبل يتحرى العالم كله الهند بس ما يدرنا في أمريكا وفي أستراليا كولومبوس شو ساير يسوي هناك ما أدري. أني أكد ساعات اللواء خميس بن مطر بن مزين القائد العام بشرطة دبي تركيب 80 جهاز تصوير رقمي مصغرا على كتف رجال الدوريات الأمنية الذين يتعاملون مع أفراد الجمهور خلال فترة تجريبية لمدة 6 أشهر. وأضاف أن الهدف من تركيب الكاميرات قياسي أو قياس مدى التزام رجال الشرطة بتقديم خدمات أمنية راقية لأفراد المجتمع تنال رضا الجميع زوارا ومقيمين ومدى اهتمامهم بتلبية حاجاتهم ورغباتهم، إضافة إلى قياس مستوى الشفافية والحيادية في التعامل بين الطرفين وتحفيز رجال الشرطة إلى التنافس طبعا في تقديم أفضل الخدمات. وأوضح بن مزين أن توثيق تلك العلاقة بتسجيل حوار مع أفراد المجتمع وتصويرها يهدف إلى الرجوع إليها في حال تقييم مدى لباقة رجال الشرطة. الحين سهل للشرطي يأخذ سيلفي ويا أي واحد لأن الكاميرا على كده تك سيلفي ويا أي واحد، ما أدري حتى تتحول فيديو وهي وكاميرا فوتوغرافية ولا لا، أكيد التقنية هاي ما بتفوت على بن مزين في شرطة دبي، لكن أعتقد لازم يستأذنك الشرطي ممكن سيلفي بيقول بكتفك خذ ياك سيلفي أو روح يمكن تصورك سيلفي بعد. لاعب منتخب لكرة القدم جليلة النعيمي لاعب اسمه جليلة لاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم جليلة النعيمي ريت لاعب ما شاء الله
حسب التواليت. ايضا هني بعدنا الحين ما خلصنا من البطيخ هذا الله يخليكم. الحين كلنا له في شيء كان مرضنا وخلصنا وبعد سالفة البطيخ. المهم كشفت أزمة البطيخ الإيراني المثقوف في القشرة الخارجية واستغراق الأمر نحو 3 أيام لإعلان نتائج فحص المختبرات وما تبع ذلك مشاعات وشكوك حول ما إذا كان البطيخ مصابا بأن طبعا أو عمد أو محقونا بمواد ضارة عن ضعف التنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية المتعلقة بالرقابة على المنتجات والأسواق وفق أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وقال مسؤولون في مراكز برلمانية ومناصب تنفيذية بالحكومة الإمارات اليوم أن اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء يقول لك لم ترقى إلى مستوى الحدث في وقت كان من الضروري أن تعكس انطباعا أكثر تفاعلا ومرونة في التعامل مع مثل تلك الأزمات، لا سيما في دولة تستورد أكثر من 80% من الغذاء من قبل ما يناهز 170 دولة حول العالم، وتاليا هي عرضة لتكرار هذا الأمر. وطلب الأعضاء وبينهم مسؤولون تنفيذيون معنيون بالرقابة على الأغذية بوضع خطط اتحادية تدار من خلالها الأزمات والطوارئ، ويحدد خلالها المسؤولون المعنيون بالتواصل مع الجمهور بدلا من تأرجح المسألة بين الشانين الاتحادي والمحلي وتشتيت المستهلكين والجمهور، غير أن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية المهندس سيف الشرع قال لإمارات اليوم أن اللجنة تحرص في المقام الأول على عدم وصول منتج غير صحي إلى المستهلك، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية. يعني هم فحصين قبل، يقولون ما يدخل شيء هنا إلا مفحوص، يأخذون من عينات يفحصونه ويتأكدون منه. زين جزاهم الله خير. أيضا هنا العبدولي، شو عند العبدولي؟ أعلنت مؤسسة الإمارات اتصالات أنها طورت 32 عرضا ترويجيا جديدا لخدمات الأفراد على الهواتف المحمولة في الدولة بعد دراسة أجرتها لجميع عروض الهاتف المتحرك في السوق بنظامي الدفع المقدم والفاتورة الشهرية. وأوضحت المؤسسة في بيان أنها ستقدم العروض الترويجية المتوافرة في السوق أو أفضل منها. وقال رئيس تنفيذ الاتصالات صالح العبدولي تعد هذه الخطوة سابقة غير معهودة في الإمارات، وتنطلق من سعينا لتقديم الأفضل لمتعاملينا باعتبارهم أهم أولوياتنا، ونهدف من خلالها إلى منح متعاملينا الثقة الكاملة بأن اتصالات تمتلك القدرات التي تمكنهم من الحصول على أي عرض تطرحه السوق الإماراتية على خدمات الهاتف المتحرك وبالميزات نفسها أو أفضل منها مع الاستمتاع به عبر شبكة اتصالات ذات الإمكانات والجودة العالية. وأضاف العبدولي أن إلى جانب الاستمرار في تعزيز عروضها الجذابة ستضيف اتصالات من الآن فصاعدا أي عرض جديد يطرح في السوق على خدمات الهاتف المتحرك إلى محفظة منتجاتها مع ضمان تقديم العرض نفسه أو أفضل منه. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للعروض وقراءة تعليمات الاشتراك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني. أيضا أطلقت موقعها لبث أخبار وتطورات العملية الوطنية للانتخابات تعتمد نظام التصويت الإلكتروني. نظام التصويت الإلكتروني يتسم بمواصفات عالمية ما يضمن الشفافية والاستخدام الأمثل للتصويت. هذه فاطمة بنت سعيد الشامسي. أيضا هني المهندس حمد الظاهري رئيس مجلس أبو ظبي التعليم يقول العفو هو المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة، يقول الرسوم الدراسية من 2000 إلى 60,000 درهم، 6 شروط لإنشاء المدارس الخاصة في أبو ظبي. التواصل مع المستثمرين هدفه توفير فرص تعليم خاص عالية الجودة برسوم دراسية في متناول الجميع. أيضا بهدف تعديل المفاهيم الخاطئة المرتبطة بتوظيفهم تنمية المجتمع بدبي تشكل لجنة لمناصرة عمل ذوي الإعاقة. أيضا تبديل وتنظيف اللوحات الإرشادية في الشارجة. زين زهم لك المنتهي يبدلونه والآين زين يغسلونه لأن عندنا عوامل الجو هني وايد
جزاهم الله خير. ايضا احنا بندراش يقول، يقول المبادرات الاربعه تاتي ضمن خطه الاطلاق، ضمن خطه الاطلاق 11 مبادره تستهدف مختلف فئات المجتمع في دبي. بندر راي يقول مؤسسة استمدت أفكارها من المسنين والمراكز الاجتماعية أسعاف دبي، تطلق أربع مبادرات لخدمة المعاقين والسائحين والعمال. أيضا 106 مؤسسات ممتازة خلال الربع الأول، 43% انخفاضا في نسبة مخالفة المنشآت الغذائية الخطرة في دبي. طعنته بسكين مطبخ وخلدت للنوم على صدره. فتاة تنهي حياة صديقها بسبب غيرتها عليه. المتهمة أخبرت صديق المجني عليه بأنها سددت كلفة علاج ابنه وأعطته نصف مليون درهم. من القهر اللي فيه عطلنا فلوسه وعقبضني شي سوا. الله المستعان. أيضا افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي أمس مجمع شركة الخليج للفلور الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات بلغت نحو 1.5 مليار درهم وعلى مساحة 3000 متر مربع في منطقة أبو ظبي الصناعية إيكاد. وأجرى سمو جولة في أروقة المصنع بعد الافتتاح، شملت وحدات الإنتاج المختلفة واطلع خلال حدث المعدات والأجهزة الموجودة في المصنع وطرق وأساليب الإنتاج المتطورة التي تم تطويرها طبعا بسواعد محلية تحت إشراف الخبرات العالمية لمزودي هذه التقنيات بشركات سويسرية وبريطانية. وشاهد سمو والحضور عرضا عمليا حول مراحل الإنتاج في المجمع الصناعي. أيضا وصلت إلى 776 مليار درهم، 2 مليار درهم 800 مليون ارتفاعا في القيمة السوقية للأسهم المحلية. نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل. مش معقول كيف بسرعة تحسنت أمور هالفريق بنص الموسم، ولكن يبدو حليمي رجعت لعادتها القديمة بهالشوط. كوتش، وين صارت قهوة دانكن دونتس المتلجة؟ صاحبنا اللي بالعادة كان يدعمنا قبل كل مباراة تعرضت سيارته لدعم صغيري، هيك وصل. واو، هالفريق فعلا قلب المعادلة بالشوط الثاني، ومش بعيدة على هالحال يفوز بالبطولة. ايه أكيد، ولكن بوجود قهوة دانكن دونتس المثلجة. لازم نعرف شو السر اللي مخبيه خالد، دايما تراه مبتسم ومرتاح، حر وبرد بالشغله وبالقهوه. يقولون انه ما يفصل كندورته الا من اقمشه تويوبو اليابانيه الاصليه، لازم نعرف السر. اقمشه تويوبو لم تعد سرا، تويوبو اقمشه بيضاء بجوده لا تضاهى مع خبره تزيد على 100 عام، فخمه ناعمه ومريحه في جميع فصول السنه، متوفره في الامارات وجميع دول الخليج. تويوبو ايدياز اند كيمستري. استمتع بالانتعاش الحقيقي مع مشروب بي اس لأول مرة في العالم العربي. بي اس مشروب من خلاصة الحبة سوداء وبطعم الكولا. بي اس مشروب غازي منعش بسكر أقل. بي اس كولا، الجيل الجديد من المشروبات المنعشة. راديو الرابعة. راديو الرابعة. خذ منشفة كبيرة، اغمسها بالماء البارد، لفها حول علبة الثلج، وضعها تحت قدميك أو على رأسك. أغمض عينيك، تربع على الأرض، خذ نفسا عميقا وكرره، إنها تثلج في الخارج. هل أصابك الحر بالجنون؟ انتعش هذا الصيف مع إيماكس، وفر حتى 50% على الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة حتى توفر الطاقة أيضا. العرض متوفر في جميع متاجر إيماكس، تطبق الشروط والأحكام. فكر إلكترونيات، فكر إيماكس.
فرصة تعليمية رائعة للهيئات التدريسية والتوجيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمها جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. للالتحاق في برنامج الدبلوم المهني في تربية الموهوبين بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، آخر موعد للتسجيل 12 من مايو 2015. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة www.ha.ae. أنا بهتم بجمالي مثل كل الصبايا، بس الفرق شو بختار. بيزلاين مستحضرات تجميلية وعناية محضرة من مستحضرات النحل والأعشاب الطبيعية وبدون أي مواد ملونة أو عطور اصطناعية لتمنح بشرتك العناية يلي بتستحقها. مستحضرات بيزلاين الطبيعية، تفتيح البشرة والوقاية من أشعة الشمس، وكمان مستحضرات العناية الشخصية. جربوها لتلمسوا الفرق بنفسكن. بيزلاين، سر لجمال طبيعي. الرابعة والناس يأتيكم برعاية رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. بيزلاين مستحضرات تجميل وعناية من مستحضرات النحل. مستشفى أوريانا، الرعاية الطبية بأرقى معاييرها. حياكم مجددا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم والمزيد من الأخبار. والناقلة يقول ستعلن غدا ثاني أكبر أرباح في تاريخها. طيران الإمارات موضون في خططنا التوسعية بالسوق الأمريكية. أحمد بن سعيد يقول الناقلة سترد في الوقت المناسب على الادعاءات الأمريكية. بعض الدول والشركات تحاول صد العمليات التشغيلية لطيران الإمارات. الناقلة تسعى دائما يقول لتنويع أسطولها من الطائرات بين إيرباص وبوينغ. تراجع أسعار النفط حقق فائدة بسيطة في نتائج أعمال شركة طيران الإمارات، ستستلم 27 طائرة جديدة خلال السنة المالية الجارية. حيث أفادت شركة طيران الإمارات بأنها ماضية في توسعها بالسوق الأمريكية من خلال إضافة وافتتاح محطات جديدة، فضلا عن زيادة عدد الرحلات في إطار اتفاقة النقل الجوي القائمة حاليا، مشيرا إلى أنه ستعلن عن ثاني أكبر أرباح في تاريخها للسنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس الماضي. وكانت مجموعة الإمارات حققت أكبر أرباح في تاريخها خلال السنة المالية 2007-2008 بعد أن بلغت 5 مليارات و800 مليون درهم، بنسبة زيادة 54% على الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة في العام السابق، بينما جاء في عام 2009-2010 ثانيا من حيث الأرباح بإجمالي 4 مليارات و200 مليون درهم. وذكرت الناقلة أنها ستستلم 27 طائرة جديدة خلال السنة المالية طبعا الجارية في إطار خطط توسيع الأسطول والعمليات التشغيلية لمواكبة النمو السنوي المتوقع في أعداد المسافرين الذين وصلوا إلى نحو 50 مليون مسافر خلال السنة المالية الماضية. ما شاء الله، الله يزيدهم بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. ومن هني أيضا أوصوا بتعزيز الأجواء المفتوحة والربط الجوي وتسهيل منح التأشيرات. خبراء يدعون إلى مواجهة تحديات السياحة العربية البينية. وين بتصير؟ الحمد لله رب العالمين. في المستقبل يمكن. دولتنا نجحت إلى حد كبير في جعل السياحة جزءا مهما من تجربتها التنموية المتطورة وأداة فاعلة تسهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي.
أيضا هني غيث الغيث يقول الطائرات الجديدة ضمن استراتيجية توسيع الأسطول ورفع عدد الوجهات خلال السنوات المقبلة. معدل إشغال رحلاتها يجاوز 70% وأسعار التذاكر تخضع للعرض والطلب. فلاي دبي تؤمن تمويل 3 طائرات بقيمة 500 مليون درهم. كشفت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي أنها ستستسلم ثلاث طائرات جديدة خلال العام الجاري ليصل عدد الطائرات في أسطولها في نهاية العام 2015 ما شاء الله إلى 50 طائرة وعدد وجهاتها إلى 91 محطة، مؤكدة أنها من التمويل لازم ل3 طائرات بنحو 500 مليون درهم ولا تواجه أي صعوبات في الحلول التمويلية. وأضافت في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي أن الناقلة سجلت نموا في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2014 رغم ظهور بعض التحديات خصوصا في السوق الروسية والتقلب في أسعار العملات. 4 مليارات يقول لك الإيرادات و 400 مليون درهم ما شاء الله. أيضا الغيث يقول معدل إشغال رحلات فلاي دبي يجاوز 70% في الفترة الحالية، لافتا إلى أن مستويات العرض والطلب في السوق هي التي تحدد أسعار تذاكر الطيران خصوصا بعد تراجع أسعار الوقود. ويقول أن الشركة تحاول تقديم أفضل الأسعار والعروض المتاحة بشكل متواصل، مشيرا إلى أن فلاي دبي ستحاول الحفاظ على مستوى الأداء الحالية وتحقيق نتائج أفضل رغم الظروف والتحديات التي طرأت على قطاع النقل الجوي العام الجاري ومنها التكاليف الإضافية التي تدفعها الشركات جراء تحويل مسارات الرحلات إلى بعض الوجهات نظرا للظروف الأمنية. وأكد أن السوق الخليجية لا تزال أكبر أسواق الشركة من حيث عدد الرحلات. هني أيضا جمال الحايل، أستاذ جمال الحاشو عندي يقول عدد متزايد من المسافرين بات يفضل مطار دبي الدولي للتوجه إلى ما يزيد على 280 وجهة ترتبط مباشرة بدبي. ما شاء الله. هني أيضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطار دبي بول غريف يقول إجمالي الطاقة الاستيعابية التي ستتاح في دبي بحلول 2020 ستصل إلى 126 مليون مسافر سنويا. ما شاء الله. أيضا ارتفعت حركة الطائرات في مطار دبي الدولي خلال مارس 2015 إلى 34,615 حركة بزيادة نسبتها 5.4% على مارس 2014 التي شهدت 32,048 حركة. ما شاء الله. ووصل إجمالي حركة الطائرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 100,214 حركة بارتفاع نسبته 5.8% عن الربع الأول من العام 2014 الذي شهد 94,694. ايضا هارون اليوم شو راسم؟ راسم واحد كذي طبعا يحلم كله والغيمة اللي فوق راسم الحلم كله وردية وربيع يقول له انت احلامك كله وردية ما عندك الوان ثاني سلام وردي يا اخي.
اسكم تكلمتوا على البطيخ عيفتونا البطيخ الله يخليكم بلا ممكن تفكونا شوي من البطيخ الله يخليكم وايد اخذت المسألة يعني والله سويتوا دعاية وايد صلى على الله يا رب اللهم لك الحمد والشكر طبعا تطل اليوم ذكرى يوم مجيد في مسيرة بناء الإمارات فقبل 39 عام مضت جاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد في 6 مايو عام 1976 باتفاق القادة المؤسسين على توحيد القوات المسلحة لتشكل انطلاقة جديدة لها نحو آفاق من التميز في الإعداد والبناء العسكري منطلقة بدعم بلا حدود من لدن قادة وطن أولة الإنسان قيادة وطن عفواً أولة الإنسان والموارد البشرية كل رعاية واهتمام وتأسيس قوات مسلحة على أرقى طرق البناء العسكرية وبأحدث التجهيزات الفنية والتقنية وأكثرها تطوراً تنطلق من رؤى قيادة تؤمن بإعداد قوات مسلحة متطورة لصون منجزات ومكتسبات الإمارات وسياج لكامل تراب الوطن منذ بواكير التأسيس وحتى اليوم في رحاب العهد الزاهر لقائد التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه قوة للخير والسند وعون للشقيق والصديق وعند كل منعطف ومرحلة مرت بها مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة والنقلات النوعية التي شهدتها كانت طبعا كان واضحا واضح اللمسات والبصمات المضيئة لصاحب السمو الشيخ محمد برئاسة المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وها هي اليوم تسهم بفاعلية في تعزيز الأمن والاستقرار وصون مصالح الإمارات وتتطلع للإسهام في استعادة التوازن للمنطقة كما قال سموه أمس في كلمته بالمناسبة وتأسيسا على هذه القناعة كان للقوات المسلحة شرف المساهمة في العديد من المهام بدءا من المشاركة في قوات الردع العربية ومرورا بحرب تحرير الكويت والصومال وأفغانستان وكوسوفا واليوم تشارك في عملية إعادة الأمن لليمن الشقيق بعد أن أبلى صقور الإمارات بلاء مشهودا في عاصفة الحزم للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لقد كان لي شرف مرافقة أبطال من رجال قواتنا المسلحة في بعض محطاتها ومشاركتها الخارجية وهم يؤدون مهامهم بكل كفاءة واحتراف ويتعاملون مع عقد الأسلحة وأكثرها تطورا وتعقيدا ويحظون بتقدير وامتنان شعوب البلدان التي خدموا فيها لأنهم من بلاد زايد الخير ودعاة سلام وعدل كما قال خليفة الخير حفظه الله ورعاه وفي يوم حماة الوطن بواسطة القوات المسلحة لهم منا كل الامتنان والتقدير سائلين المولى أن يحفظهم ويديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على إمارات الخير والعطاء آمين يا رب العالمين هذا الكلام الطيب والجميل للأستاذ أو بقلم الأستاذ علي العمودي بعمود صباح الخير بجريدة الاتحاد صادرة هذا اليوم نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام بعد هذا الموجز والزميلة أخبار العالم من 107.8 FM راديو الرابعة برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية شكرا زميل أبو راشد وحمى الله قواتنا المسلحة درع الوطن حماة الوطن وسياجه المنيع المتين يحموننا وهم صقور في الجو وفي كل أركان الوطن أينما كانوا حفظهم الله وسدد خطاهم أينما كانوا في آخر أخبارنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يعود بسلامة الله إلى البلاد بعد أن رأس وفد الدولة إلى قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي التشاورية 15 والتي اختتمت بالرياض سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يطلع
خلال زيارته لمعرض سوق السفر العربي في دبي على فرص الاستثمار التي توفرها الدول الخليجية والهيئات السياحية المحلية في كافة إمارات الدولة وأهم المنتجات السياحية. مستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري يؤكد اتخاذ إجراءات احترازية لحماية نجران من الحوثيين نزوح مئات الأسر عن منطقة التواهي في عدن جراء القتال الدائر هناك. شركة طيران الإمارات تنال جوائز أفضل شركة طيران في العالم وأفضل درجة أولى وأفضل درجة سياحية وأفضل طاقم، وذلك بفضل مبتكرات الناقل واستثماراتها في المنتجات وخدمة العملاء. في أخبار الرياضة، تأهل الأهلي الإماراتي إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير على ضيفه تراكتور تازي الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين في دبي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. يوفنتوس الإيطالي يفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بهدفين لهدف في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدريد. اتحاد كتاب أدباء الإمارات ينظم في أبوظبي لقاء مع المرشحين في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ينظم بالتعاون مع معهد جوتا لمنطقة الخليج ورشة عمل حول الرسوم الهزلية التي تستهدف الفنانين الإماراتيين المتخصصين في هذا المجال. في آخر أخبارنا، يجهل الكثير من الأهالي أهمية علاج الأسنان اللبنية المؤقتة، ظنا منهم أن مصيرها السقوط كي تحل محلها الأسنان الدائمة. ولكن فقدان الأسنان الدائمة وربما تتأثر قدرة الطفل أيضا على مضغ الطعام والنطق الصحيح يسبب تلك المشكلة، أو بسبب تلك المشكلة. ويعتقد الأهالي أنه لا بأس من تسوس الأسنان اللبنية لأنها مؤقتة وسوف تستبدل بأخرى دائمة، وهذا خطأ شائع. انتبهوا، لأن وجود هذه الأسنان ضروري لنمو عظام الفك والفم بشكل سليم لأطفالنا. شكرا لكم، وهذه عودة للزميل مراشد الرابعة والناس، وفاركم طيب إن شاء الله، تريون عقب الفاصل، حياكم الله.